يسافر شاب بحريني إلى مختلف الدول والمناطق حول العالم، حيث يتجه نحو الجبال والوديان ليلتقي بهوايته المفضلة هناك. إبراهيم الغدير الذي يهوي الارتحال يقطع عشرات الكيلومترات في سيره لممارسة هواية تسلق الجبال من أجل الوصول إلى القمم، متسلحا بطموحه وعزيمته التي تدفعانه نحو غايته. تفاصيل هذه الحكاية لدى الزميل صالح يوسف. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. إبراهيم الغدير الذي تاقت نفسه اعتلاء القمم فأبى إلا أن يرضيها، فطموحه غير المحدود هو الوقود الذي يساعده على الوصول إلى غايته. تسلق الجبال رغم قلة هواتها، إلا أنه وجد ذاته تنجذب إليها، لا سيما في تلك الأماكن العالية. وصلني الولع ان يوم اول مره رحت المانيا صعدت الجبال، صادني شغف ان انا ابي اروح شيء اقوى واصعب ومسافات اطول. حبيت يعني ذي الشغله صراحه، وخططت حق النيبال والحمد لله رحت بروحي. تسلق الجبل يبي له مهاره، تكنيك، فهم وركارة. تعثر فنهض، تعرقل، لكنه اكمل المسير. واجه عقبات شتى، إلا أنه استطاع بلوغ مراده كالمعتاد، لا سيما في رحلته الأخيرة. مشيت 162 كيلو، طبعاً 11 يوم ماشي، فوصلت الحمد لله للهدف مالي وبصعوبة. كان عندي يعني واجهت بعض المواقف أني قلة الأكسجين صار عندي نزول في الضغط، فسبب انتفاخ في وجهي، سبب انتفاخ في يدي وصعوبة التنفس. نجاح يجر الآخر، بريقه يحفزه نحو المزيد. فبعد أن اجتاز سلسلة من الجبال الأوروبية والأسيوية، يسعى هذا الشاب إلى خوض تحدي جديد. التحدي الجاي بيكون عندي أفريقيا في تنزانيا، بيكون على جبل كليمنجارو، طبعا على ارتفاع 6 كيلو 6000 متر. طبعا هذا تحدي جديد، طريق جديد، الطرق بتكون وايد صعبة، بتمر على الغابة المطرية وبيكون فيها ثلج وبيكون فيها حار، يعني بيكون فيها روح المغامرة أزيد من النيبال. مخططي القادم إن أنا بعد بروح بروحي، لأن حسيت بالمغامرة صراحة بروحي كانت وايد أفضل بالنسبة لي. هواية لا يسير في ركبها سوى صاحب البأس والعزيمة، فلا يكفي أن يكون لممارسها مجرد أقدام، بل كذلك إلى إرادة وإقدام. اتخذ من الجبال مسلكا ليبلغ طموحه حيث القمم، هواية راقت له كثيرا، فبها يعانق السماء وبها تلامس يده السحب البيضاء. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.